السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نبدي مع حضراتكم بأول محاضرة من محاضرات مادة التصميم المنطقي، ونبدأ بالفصل الأول بعنوان Basic Principles of Digital Systems. كاستعراض سريع، في هذه المحاضرة راح نمر على مقدمة لمبادئ الديجيتال سيستمز، راح نمر بالدرجة الأساس في هذه المحاضرة على الأنالوج وفرقه عن الديجيتال، لماذا يستعمل الأنالوج ولماذا يستعمل الديجيتال، راح نمر على الديجيتال ديفايسز، على كيفية توليد الديجيتال ويف فورم، وراح نمر أيضا على الديجيتال لوجيك ليفلز. Introduction. Logic design is concerned with the design of digital electronic circuits based on the combination and the switching of voltages called logic levels. Any quantity in the outside world, such as temperature, pressure, or voltage, can be symbolized in a digital circuit by a group of logic voltage that, taken together, represent a binary number. The subject is also known by other names such as. طبعا موضوع اللوجيك ديزاين يعرف بأسماء كثيرة أخرى، يعرف باسم ديجيتال ديزاين، يعرف باسم أيضا الديجيتال لوجيك، الديجيتال سيستمز، الديجيتال إلكترونيكس، and switching circuits. كذلك الديجيتال سيركتس ار امبلويد ان ذا ديزاين اوف سيستم such as. الديجيتال سيركتس عادة تستعمل في تصميم أنظمة كثيرة، منها يستعمل في تصميم الكمبيوترز، يستعمل في تصميم الإلكترونيك كالكوليتر، يستعمل في الديجيتال كنترول ديفايسز، أيضا يستعمل بالديجيتال كوميونيكيشن اكويبمنتس اند ماني اذر ابلكيشنز ذات ريكواير إلكترونيك ديجيتال هاردوير. Discrete elements of information are represented in a digital system by physical quantity called signals. عادة ال discrete elements بالphysical quantities عادة تسمى بالsignals. Electrical signals ممكن أن تستعمل الفولتية أو ممكن تستعمل الcurrent لوصفها. The signal in all present day electronic digital systems have only two discrete values and are said to be binary. عادة لما نتكلم عن اللوجيك ديزاين، لما نتكلم عن الديجيتال، نتكلم عن two states. هذه two states أما zero أو one، أما true أو false، yes or no، high or low، عادة تسمى binary. The digital system designer is restricted to the use of binary signals because of the lower reliability of many valued electronic circuits. هذه واحدة من أهم النقاط اللي على أساسها لماذا يستخدم بالديجيتال فقط two states، فقط الباينري، بسبب الريلايبيليتي القليلة، الوثوقية القليلة لكثير من الدوائر الإلكترونية. الاعتماد على قيمتين يكون أفضل من الاعتماد على كثير من القيم. لما تكون هناك كثير من القيم عادة نسبة الخطأ تكون أكبر، والعقل البشري أيضا يميل إلى اتخاذ قرارات تكون حدية وجازمة، yes or no، true or false. بعبارة أخرى، لما تكون عندي دائرة تحتوي على 10 حالات 10 states using one discrete voltage value for each state can be designed but it would possess a very low reliability. لما يكون عندي فالدائرة تحتوي على 10 حالات أوصفها بمراتب الفولتية، هذه عادة الموثوقية مالتها تكون أقل مما لما أستعمل هذه الفولتية لوصف حالتين فقط. وليكن عندي توزيع للفولتية من الصفر للعشرة، لما أقول صفر فولت وعشرة فولت موثوقيتها تكون عالية ونسبة الخطأ تكون بها أقل، لكن لما أقول عندي صفر وعندي واحد وعندي اثنين وعندي ثلاثة وهكذا، بما أن المسافة بيناتهم قليلة فالموثوقية تكون أقل. In contrast, a transistor circuit that is either on or off has two possible signal values and can be constructed to be extremely reliable
because of this physical restriction of components and because human logic tends to be binary digital system that constrained to take discrete values are further constrained to take binary values. أيضا واحدة من الأمور المهمة بما أن العقل البشري يميل إلى فهم الأمور التي تكون حدية binary 0-1 yes no true false لذلك الذهاب بهذا الاتجاه يكون أفضل بالإضافة إلى أن الدوائر اللي تكون أقل موثوقية مثل الترانزستور لما أستعمل كسويتش عادة يكون reliable بنسبة كبيرة جدا لأنه أما يكون open أو يكون short. Analog versus digital. إحنا نسوي مقارنة بين الأنالوج والديجيتال. The main difference between analog and digital electronics can be stated simply. الأنالوج continuously variable. عادة الإشارة الأنالوج تكون متغيرة. الفاريبل يكون متغير مع الزمن باستمرار. بينما بالديجيتال تكون متقطعة. يعني التغير يكون بستبس. مو يأخذ أي قيمة. وإنما قيم محددة. من ضمن أنواع الأنالوج هو استعمالات الأنالوج هو الأمبليفيكيشن في حين بالديجيتال يستعمل بالسويتشينج. بالأنالوج عادة وصفه كقيمة كفاليو فولتج أو كارنت لكن بالديجيتال ممكن وصفه كرقم. أيضا بالأنالوج إنفينيت سيت أوف فاليوز عادة أعداد القيم تكون غير محددة ما لا نهاية في حين بالديجيتال تكون فاينايت نمبر أوف ستيتس. بالأنالوج يكون less reliable between values لكن بالديجيتال يكون more reliable. ايضا نكمل المقارنة بين الانالوج والديجيتال. انالوج signal one whose output varies continuously in step with the input. مثال عليها هذه الاشارة sine wave اذا تلاحظوها تدخل هنا على دائرة ولتكن amplifier راح تتكبر وتخرج متغيرة مع الزمن عدد القيم بها ما لا نهاية سواء بالانبوت او بالاوتبوت ما محددة بقيم ثابتة. Digital signal one whose output varies at discrete voltages levels commonly called high or low عادة متغيرة بأماكن بمواقع ثابتة تكون discrete مثلا تعطى لها تسمية low or high أو 0 أو 1 مثال عليها هذه الإشارة إذا تشوفوها logic 0 بعدين logic 1 بعدين logic 0 ثم logic 1 وهكذا لاحظوا أما logic 0 أو logic 1 بيناتهم ماكو قيم هذا transition سريع يكاد يكون الزمن المستغرق به صفر يكاد يكون صفر الحالة الاعتيادية أما هذا ال 1 أو هذا ال 0 أما هذا الهاي أو هذا يكون لو فقط أي شيء بيناتهم مو موجود وهكذا تستمر. الآن why digital لماذا نستخدم digital data can be stored memory characteristic of digital ممكن خزن data data can be used in calculations الداتا اللي ممكن أن تستعمل بالحسابات عادة تكون العمليات الحسابية أسهل بالكالكوليترز اللي هي ديجيتال بالكمبيوترز اللي هي ديجيتالز أيضا عملية خزنهم للداتا بالنقطة الأولى بالديجيتال تكون أسهل لأنه تخزن أما 0 أو 1 أما أكو قيمة أو ماكو قيمة compatible with display technology أغلب أجهزة العرض حاليا وخصوصا الكمبيوترز وغيرها تستعمل الديجيتال أغلب الكالكوليترز تستخدم light emitting diodes أو liquid crystal diodes بداخلها عادة تعتمد وجود فولتية عن عدم وجود فولتية لتضيء أو تطفأ لعرض الرقم compatible with computer technologies systems can be programmed digital IC families make design easier عادة الديجيتال ICs اللي بداخلها الانتجريت سيركت اللي بداخلها وراح نمر على هذه الاي سيز ومعناها وتفصيلها اللي بداخلها يكون مجموعة من اللوجيك جيتس خلت التصاميم تكون اسهل بهواية ايضا بالمقارنة هناك كثير من التطبيقات تحتاج الى الانالوج فواي انالوج most real world events are analog in nature اغلب متغيرات الحياة هي انالوج مو ديجيتال
فقط عند التعامل مع الحاسبة أو عرض الأمور المتعلقة بالكمبيوتر تكون التعامل مع الديجيتال، لكن بالحالة الاعتيادية أغلب متغيرات الحياة تكون أنالوج. Analog processing is usually simpler. كمعالجة الأنالوج عادة سهلة أفضل من الديجيتال، لأن الديجيتال يحتاج تحويل الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال ثم معالجته ثم إرجاعها إلى الأنالوج للعالم الطبيعي اللي يستطيع الإنسان فهمه. Analog processing is usually faster. عادة بالأنالوج أسرع لأنه أتعامل مع value مع أرقام توصف هذه الفاليو. Traditional electronic systems were mostly analog in nature. أغلب الأنظمة الإلكترونية التقليدية، مو الحاسوب وغيرها، أغلب الأنظمة التقليدية هي analog مو digital. الآن شلون نولد إشارة digital signal؟ كثير من الطرق مستعملة لتوليد الإشارة الديجيتال، راح نمر على بعض على واحدة من عدها وأسهلها فقط لتوضيح الفكرة. لاحظوا أن هذا باتري مصدر فولتية، هذا سويتش، أما يربط بهذه الصورة فيكون مربوط بالباتري فيعبر تيار بمعنى لوجيك هاي، أو يكون مربوط بهالصورة فيكون مرتبط بالأرض بمعنى لوجيك زيرو، فما يعبر أي تيار وماكو أي فولتية توصل إلى هذه النقطة. إذن هذا السويتش أما يربطني بالهاي أو يربطني باللو. هذا أشبه فقط لاتش، بعدين نمر على تفاصيله بالفصل السادس. هذا واقع الحال فقط يخزن المعلومة إذا كانت 0 أو 1، وأيضا أي تشوهات أو كذا يشيلها من عندها. هنا راح نشوف الرسم مالته شلون راح يكون. قد ما يكون لو، لاحظ الإشارة قيمتها 0، قد ما السويتش مرتبط هنا، هذه مرتبطة بالجراوند، هذه داخل على الدائرة فخزنت لي رقم 0، فهذه قيمتها 0. قد ما يرتبط بها الصورة السويتش راح يكون مرتبط بالخمسة فولت بمصدر الفولتية بها الصورة، فراح تدخل لي فولتية هنا بمعنى عندي لوجيك هاي، وهكذا. إذا ربط باللوجيك 0 لو، راح يرسم لي هنا الأوتبوت لو بمعنى ينطيني لوجيك 0 لو نو فالس وهكذا، وإذا ارتبط بالجزء العلوي راح يكون لوجيك 1 وهكذا. طالما هذا السويتش يتغير ما بين هذه النقطة وهذه النقطة، هذه ترسم لي الإشارة لوجيك 0 لوجيك 1 لوجيك 0 لوجيك 1 اللي هي أشبه بسكوير ويف. بهذا نأتي إلى نهاية محاضرة اليوم. أذكر بالمحاضرة، تكلمنا في هذه المحاضرة عن الديجيتال، لماذا يستعمل الديجيتال، فرق الديجيتال سيجنال عن الانالوج سيجنال، تكلمنا ايضا عن مقارنة بين الانالوج والديجيتال، تكلمنا لماذا يستعمل الانالوج، بعض ميزات الانالوج، ولماذا يستعمل الديجيتال، ايضا بعض ميزات الديجيتال، ايضا تكلمنا بالنهاية على كيفية توليد اشارة ديجيتال. تكلمنا عن واحدة من أبسط الدوائر اللي هي السويتشينج سيركت لتوليد إشارة ديجيتال. شكرا جزيلا.